معلش السيد معلش يا ابني خدنا يا ابني عشان ما تعملش شادو تعالى من الناحيه الثانيه تعالى هي يعني مش احنا علمتكم تصوير ادخل يا استاذ سيد النجمه منال سلامه النهارده جايه في الدوره ال 17 وتحمل اسم سميحه ايوب تقول ايه اقول الف مبروك الدوره تشرف باسم الفنانه الكبيره سيده المسرح العربي سميحه ايوب وسعيده جدا جدا بهذا الاختيار وسعيده بالمهرجان وبشكر الفنان محمد رياض لانه وضع المهرجان في دائره الضوء بس لتصحيح معلوماتك هي مش اختيار محمد رياض هي اختيار وزيره الثقافه السابقه انا حضرتك باختيار اداره المهرجان مين الشخص اللي اختار انا مش بتكلم في ده انا بشكر محمد رياض لانه وضع المسرح في دائره الضوء بقى الجمهور عارف ان في مهرجان للمسرح القومي المصري فده مهم جدا 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 لانه دائما المسرح يا استاذ سيد بيعامل على انه درجه ثانيه مع انه ابو الفنون فالحقيقه دوره رائعه منال سلامه عملت كم مسرح؟ لا كتير قوي ما تعدش منهم اهمهم كتير انت بتتكلم في الزعيم كرومبي زبادي الملك والملك الزير سالم الامير الملك لير الاميره والسعلوك لا هقول لك ايه ولا ايه الذاكره مش سعفاني طيب ايه موضوع بنتك وترند لا انا ما بتكلمش خالص في اي شيء يخص عيلتي ليه ما هو ده ترند موجود وانا حقي كصحفي اعرف منك لا حقك حضرتك تسالها هي انا لا اتحدث عن اي شيء يخص عيلتي وانت عارف ده من زمان يا سيدي حبيبتي منال